أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف عن إطلاق المبادرات التي من شأنها الحفاظ على الرقعة الخضراء في المملكة بغرض النهوض بالقطاع الزراعي، منوها إلى أن المبادرات تركز على توفير الدعم اللازم للعاملين في قطاع الزراعة وتشجيع المنتج المحلي وجعله قادرا على المنافسة في السوق المحلية. جاء ذلك خلال افتتاحه للنسخة الثامنة من سوق المزارعين البحرينيين في حديقة البديع النباتية بحضور وكيل الزراعة والثروة البحرية سعادة الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وممثلين عن المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وصندوق العمل تمكين. وقال الوزير خلف إن الوزارة ممثلة بوكالة الزراعة والثروة البحرية طرحت دورات تدريبية في المجالات المتعلقة بالزراعة، كما تم طرح عدة مبادرات من شأنها توفير الدعم للمزارعين البحرينيين تشجيعا للمنتج المحلي، مشيرا إلى أن سوق المزارعين تشكل محورا رئيسا لدعم المزارعين عبر توفير المنصات لهم لتسويق منتجاتهم، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير من المواطنين والمقيمين على فعاليات السوق كل يوم سبت هو الدافع الرئيسي نحو استمرار هذه السوق طوال السنوات الماضية، علاوة على العمل المستمر على تطوير فعالياتها. إلى ذلك قالت الأمين العام للمبادرة الوطنية للقطاع الزراعي الشيخ مرام بنت عيسى الخليفة إن سوق المزارعين البحرينيين تشكل محطة مهمة ضمن الفعاليات الوطنية في المملكة، وأكدت أن السوق تحظى بالدعم من المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي التي تسعى لترجمة تصورات وطموحات قرينة عاهل البلاد المفدى الرامية لازدهار القطاع الزراعي ليكون جزءا مهما ومساهما فاعلا في الناتج المحلي، ويكون رافدا لتشجيع العمل الزراعي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب البحريني من أجل زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي. هذا السوق الهدف الأول والأسمى منه هو دعم المزارع البحريني. اليوم شهدنا مشاركة 38 مزارع بحريني في مختلف وإنتاجهم في من مختلف الخضروات والفواكه، وأيضا شهدنا اليوم إضافة المشاتل الإنتاج البحريني في المشاتل من الزهور والأشجار، وأيضا ركن إلى التمور. طبعا دعم المزارع البحريني يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي اللي يصب بالنهاية في الأمن الغذائي. المزارعين المتميزين اللي فيه إنتاجية بحرينية حقيقة. طبعا الدولة ساهمت في بعض الخدمات أو تقريبا غالبية الخدمات في إعطاهم بعض الأراضي في هورة عالي، ولو لاحظنا بعد ما تجولنا في السوق أن كل الإنتاج إنتاج بحريني، ولما تسأل المزارع يقول لك من إنتاج هورة عالي أو مزرعتي الخاصة، فطابعة جميلة، طابعة نادرة نتمنى المحافظة عليها. سوق المزارعين الحمد لله أنا مزارع من الأصل، فسوق المزارعين أول ما فتحوها في سوق المزارعين عطتنا بعد أشياء جديدة نزرعها من أشكال أنواع وأشكال، يعني من أنواع الكنار زرعنا أنواع جديدة، كيل مالكي الأشياء الواجد، لأن البحرينية أول شيء طازجة يعني، ثاني شيء الجودة أفضل من لجي من برا يعني المنتجات، يعني تشوفي البيلجان، البابية، الطروح، البطيخ الصيني. سياسات وطنية تبدع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنفيذها على المديين القصير والبعيد، فهي من يرتكز جهدها على دعم المواطن البحريني وصقل شخصيته العملية ليسهل عليه الانخراط في سوق العمل عبر توفير شواغر وظيفية برواتب مجزية تحاكي طموحاته بالدرجة الأساسية. بادئ ذي بدء، فإن نجاح الدول الحديثة واستمرارية نهضتها تستند على جعل مواطنيها هم محور تنميتها لضمان استدامة العافية في أركان قطاعاتها الحيوية. وفي سياسات الحكومة البحرينية برامج وطنية تتوجه بإقرارها لتستعجل بتنفيذها على المديين القصير والبعيد، تعنى بدعم حاجات المواطن البحريني وصقل شخصيته العملية ليكون هو الخيار المفضل للتوظيف ضمن أي عملية إنتاجية
مهما كان اختصاصها. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باعتبارها إحدى الوزارات الخدمية التي ينصب عملها ويرتكز جهدها على خلق مبادرات بناءة تستهدف المواطن بالدرجة الأساسية وتأخذ بيده نحو استقرار معيشي متكامل عبر المستحسن من الخطط الهادفة إلى إيجاد بيئة عمل قادرة على توفير فرص نوعية تحاكي الباحثين عن شواغر وظيفية وبرواتب مجزية. سياسة توظيف وطنية بأبعادها الإيجابية المترامية التي تحاكي تلك التطلعات المرجوة في خفض نسب البطالة والحفاظ على معدلاتها الآمنة من خلال تنويع آليات التوظيف واستهداف القطاعات الجاذبة للمواطنين، إضافة إلى إقامة المعارض المتخصصة بين الفترة والأخرى. تم توظيف أكثر من 20,000 مواطن سواء عن طريق المشروع اللي هم 9,000 أو عن طريق الاتصال المباشر بالشركات الوطنية في البحرين. يعتبر الإنجاز متميز، وآليات التوظيف وآليات التعاون مع الشركات أصبحت متطورة. وفي سياق ما تم ذكره آنفا، فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى دوما إلى الارتقاء بالكوادر الوطنية بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل الفعلية، وذلك لن يتأتى إلا عن طريق إعداد وتنفيذ عدد من مشاريع التدريب التي تسهم في توظيف وتأهيل الباحثين عن عمل والموظفين على رأس عملهم في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إرشادهم وتوجيههم وتحديد البرامج التدريبية المناسبة لهم. الإنجاز الآخر هو التدريب. في جهد كبير يصب لصالح التدريب وتأهيل الأيدي العاملة الوطنية. أكثر من 7,000 مواطن حصلوا على تدريب مجاني في مواقع العمل والإنتاج، وأثبتوا أنهم جديرون بالثقة والالتزام. نطاق إنجازات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتعدى جزئية عملية التوظيف، فهي من وجهت جل اهتمامها وهيئت كوادرها إلى العناية بالطفولة وحمايتها من أي إيذاء جنسي أو جسدي أو حتى نفسي، وأولت المرأة اهتماما متكاملا يحفظ لها حقها المجتمعي، ولم تتغافل عن تطويع عدد من برامج الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترويحية للمسنين. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.